السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الوصفه المعتمده ديالي باش كنصوب الكريب بطريقه جد سهله ومقادير بسيطه جدا متوفره في اي منزل. باش تشوفوا الطريقه ديال التحضير والمقادير خليكم معايا في الفيديو. ولهذه الوصفه ديال الكريب كنحتاجو كاس ديال الدقيق ما يعادل 150 غرام ديال 150 غرام، وعندنا كاس نفس الكاس هز ليا 250 مليلتر ديال الحليب، ثلاثه المعالق كبار ديال الزيت الروميه، ومعلقه صغيره ديال الملح، بيضه واحده، وربعه المعالق ديال السكر والفاني. اول حاجه كنديرو كنبداو بالبيض هو الاول، كنضيفو ثلاثه معالق كبار ديال الزيت، وكنضيفو السكر ربعة المعالق كبار، ومعلقة صغيرة ديال الملح. كنخلطو كلشي مع بعضياتهم، وكنضيفو الحليب بشويه بشويه، صافي كنحركو مزيان حتى كيدوب لينا السكر مزيان وكيتجانسو لينا المكونات مع بعضياتهم، وكنبداو نضيفو في الدقيق، ولكن قبل كنضيفو الفاني، كنديرو الفاني قبل ما نديرو الدقيق. من بعد ما ضفت الكاس اللي كان عندي ديال الدقيق اللي كانت فيه 150 غرام ديال الدقيق، كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الخليط ديالنا، ما كيكونش جاري لواحد الدرجه كبيره وما كيكونش خاطر. ودابا غادي نبدا نطيب في الكريب، وغادي ندهن شويه المقله بالزبده،
صافي كندير المغرفه ديالتي الاولى وكنحاول نضيع ديك المغرفه على المقله كامله صافي، وكنخليها تشد فراسها مزيان من التحت، ومن بعد كنقلبها. الا غتلاحظوا معايا في هذا الفيديو فانا جميع الكريب ديالي غادي تقريبا غادي نقلبهم غير باليد ديالي، هذا دليل على انها وصفه ناجحه 100% وما كتقطعش. الكريب اللي ما كيكونش ناجح غير كتقيسو كيتقطع معاك ما كيبغيش يتهز ليك، ولكن هاد الوصفه هادي الا تبعتوها بنفس الطريقه اللي درت انا فكونوا متاكدين انها غادي تنجح لكم 100%. كيجيو رطبين وهشاشين وزوينين وما كيتقطعوش معانا. كنتمنى صراحه تجربوا هاد الوصفه وتخليوا ليا في التعاليق كي جاتكم. ودابا غادي نحاول بسرعه نكمل معكم جميع لي كريب اللي عندي ونوريكم الشكل النهائي في الاخير ديال من بعد ما نكملهم بطبيعه الحال. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكريب ديالنا، كيف ما كتشوفوا كيجي فيه واحد اللون غزال والرائحه ديالو طيبه جدا. كنتمنى الوصفه سمحوا لي كنتمنىكم تجربوا الوصفه، ودابا غادي نخليكم تهلاو في ريوسكم بزاف. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، دمتم في رعايه الله.